خلينا بقى نبدأ من مشاكلنا. كويس، عندنا ايه النهاردة؟ واقفين فين النهاردة؟ الاول احنا كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت انا وانتي عن مشكلة شهادة الميلاد. تمام. فاحنا رحنا ذاكرنا شهادة الميلاد دي، الدورة المستندية الحكومية بتاعتها عبارة عن ايه، وعرفنا هي الورقة بتخرج ازاي وبتنتهي فين، وبيخرج ازاي الباسبور، وشفنا الدول مش هنقول انها فظيعة ومتطورة جدا بتحل المشكلة دي ازاي. بتحلها ازاي يا استاذ رامي؟ خلينا نبتدي بالراحه. مبدئيا احنا عندنا مشكله في طريقه استخراج الورقه. الورقه بتاعتنا دي ورقه اللي بيخرجها اما المستشفى او الدكتور اللي ولد، يعني الست اللي ولدت جوه المستشفى هي المستشفى بتاعتها خرجت لها ورقه مختومه بختم المستشفى، واللي ولدت في العياده بتاعت الدكتور او اللي ولدت في البيت والدكتور هو اللي راح لها هو اللي ادها الورقه. الورقه دي الحكومه ليس لها اي صله بيها. الورقه دي بتخرج من فرد او من كيان، الكيان ده غير مرتبط تماما. من غير اقطع كلامك بس عايز انوه انه لو في اي حد حابب يتصل زي ما قلت يدي نصيحه يدي راي يدي يحكي موقف يشارك معانا، التليفونات ما هتبقى موجوده حالا على الشاشه، هنستقبل تليفونات حضراتكم. تمام خلاص. فمبدئيا لازم الحكايه بتاعه الورق اللي جوه المستشفى او اللي في العياده يبقى خارج من الحكومه، لازم يبقى الورق ده الحكومه هي اللي مسلماه للمستشفى وبيتعدى عليهم. طب مع احترامي من غير اي حد بس ما يزعم مني، هو ما كتب الصحه دي مش تبع للحكومه؟ تبع للحكومه. مكتب الصحه بيستلم الورقه بتاعه المستشفى مش هو اللي بيخرج. بس مكتب الصحه ما ينفعش يعني يبقى فيه موظف مثلا من وسط مثلا 10 موظفين يعرفوا ربنا وعندهم ضمير، ما ينفعش يبقى فيه موظف ما عندوش ضمير فيضرب الورقه؟ انت ليه افترضتي انه في مكتب الصحه؟ طب وليه مش في المستشفى؟ ليه مش البنت اللي قاعده في العياده؟ ليه مش واحد ولا ده خد شهادة خد ورقة زي دي من واحد صاحبه أو هو شخصيا كان مخلف قبل كده وعمل منها كوبي وطبعها على برينتر ليزر كولر أو ليزر واتفر أو برينتر عادي خالص وضربها على إيده وراح بيها سجل طفل برضه؟ ليه افترضتي إنهم بتاع مكتب الصحة؟ كلهم ينفع. الورقة سهلة جدا، بما إن الورقة شخصية مش يونيك مش منفردة ملهاش أصل، الورقة جاية من المستشفى الحكومه لهاش دعوه بيها. نقنن الورقه دي ازاي بقى؟ بصي حضرتك يعني نخلي الورقه دي رسميه ازاي؟ بصي حضرتك احنا الاول عايزين نتفق ان شهاده الميلاد المصريه ملهاش اي علاقه بالطفل، هي بتقول ان دي ان في راجل اتجوز واحده خلفه عيل اسمه كذا. تمام. خلاص كده احنا عايزين نربط الورقه دي بالعيل ده. هنعمل ايه؟ مبدئيا في شركات كتير عامله حاجه اسمها بيبي فوت برينت سكانر، عباره عن بلاطه كده، البلاطه دي بتاخد بصمه رجل الطفل او ايد الطفل او ايد الاب او ايد الام، البلاطه دي ليها سوفت وير صغير بينزل على كمبيوتر. خلاص. فاحنا مبدئيا هناخد الشركه دي او الاف الشركات، نختار احسن واحده فيهم بعرض كويس يناسب اقتصاد مصر، ناخد البلاطه دي تحط في المستشفيات اللي بيحصل فيها عمليات ولاده. مش هتجيب البلاطه دي، مش هتجيب السكانر، مش هنولد عندك. من الاخر عايز تبقى مستشفى بتولد ستات لازم يبقى عندك دي، ما عندكش دي مش هينفع. خلاص. البلاطه دي السوفت وير بتاعها اذا الام لما بتولد بيتاخد فصيله دمها، بقى عندنا فصيله دم الام. ده اللي بيحصل بره اللي بتحكيه ده اللي بيحصل بره في الدنيا محترمه. ولو ما بيحصلش في حته محترمه ايه رايك اول ناس في العالم نعمل كده؟ تفرقش بالنسبه لنا. بما ان احنا بدا يبقى عندنا ظاهره خطف الاطفال ما نعمل كده يعني ما نحد من الموضوع يعني ولا هنستنى لما نبقى كذا مليون طفل مخطوف؟ يعني طيب. بغض النظر ماشي. المهم البلاطه دي كونكتد بسوفت وير، متوصله بسوفت وير، السوفت وير ده الام لما ولدت خدنا فصيله دمها ومعانا البيبي خدنا فصيله دمه وهم خارجين من المستشفى هينزلوا عند المكتب ده ياخدوا بصمه رجل الطفل، ومعلش هناخد بصمه رجل ايد الام وبصمه ايد الاب هتفيدنا بعد كده. خلاص بقول لك انا بتفيدنا بعد كده في ايه؟ تفيدنا بعد كده زي الست المتسوله اللي دخلت الاسم، ده هتفيدنا في حاجات كتير. ده انا هبهرك معلش انا معايا. طيب هنأجل بس التليفون يا جماعه دقيقه واحده، يعني خلي بس التليفون معانا، معانا اتصال هاتفي مهم. قصه بقى انه بصمه الام تتاخد ليه والاب طبعا، علشان القصص الكتيره اللي بتحصل انه المتسوله تدخل الاسم معاها الطفل الصغير وبيقول لها الضابط يقول لها ده مش ابنك، تقول له لا ده ابني، صح كده؟ لا انا حابه اجيب شهاده ميلاد، تبعت تجيب شهاده ميلاد ايا كان الاول طفل اسمه سين صاد عين. ممكن تبقى الشهاده دي، هقول لك ممكن تبقى الشهاده دي الام دي فعلا مخلفه عيل بس مش هو ده اللي بتسوي ما ده اللي بقوله، فجايبه شهاده ميلاد ابنها هي فبصمتها عليه. ما ده اللي بقوله، هي جايبه شهاده ميلاد بتقول انه الولد ده ابني، بس هو ما فيش حاجه بتكونكت بتربط الولد ده بالشهاده دي. بالظبط كده. صح؟ بالست دي بالشهاده دي، مش بالست دي بالشهاده دي بالاب ده. احنا كده خدنا الاب والام والطفل وفصيله دم الام والطفل، بقى عندنا كمان فصيله دم. يعني انت بتقترح ان شهاده الميلاد يبقى فيها تاني بصمه الطفل بصمه ايده الطفل. ورجله. ما ينفعش رجل، ما ينفعش ايده، ما ينفعش ايده، لان ازاي تكبيري طفل عنده يوم او اتنين يفرد ايده؟ مستحيل.
مش هتعرفي تعملي كده. او تاخدي بصمه إيه، بصمه عينه برضو اللي ما عرفش يفرد ايده هيعرف يخليه يفتح عينه؟ لا no. يبقى بصمه رجل الطفل، بصمه الام، بصمه الاب، ايوه صح كده، وصوره مفيش صورة خالص، مش محتاجين كده صورة في مرحلة تانية. هقول لحضرتك هتحصل امتى. ماشي. المهم ان احنا كده بقى معانا شوية داتا خدهم الجهاز ده. الجهاز ده متصل بمكتب الصحة والسجل المدني. حضرتك هتخرج من المستشفى دي بسيريال برقم. الرقم ده رقم يونيك، رقم منفرد، خارج بمعادلة رياضية زي شركات الاتصالات كده عندها الكارت الشحن بتاعها 1-2-3-4-9-C-8-D-S-3 صح كده؟ ايه الفكرة؟ ان لو احنا افترض ان الورقة دي طلعت بسيريال 1-2-3-4-5 انا بكرة الصبح هروح قايل 1-2-3-4-6-7 وطلع ورقة تانية، فلازم يقل طيب. الرقم يونيك.